هل معنى الحمد إن إيه؟ إن لله تفسير آية إن لله وإن إليه راجعون. وجاوب الملائكة لسؤال ربنا ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع. الأخ لعله يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة إذا قبضت ولدا لعبد قال الله سبحانه وتعالى لهم قبضتم ولد عبدي؟ قلنا نعم. قل قبضتم ثمرة فؤاده؟ قلنا نعم. قل ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قالوا ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، لكن سنده ضعيف. كان قد صح بعض المعاصرين، لكن سنده ضعيف.